الهوى راضي بحاله. ضيفة برنامج نجوم وأضواء ليوم الجمعة 17 شباط أسطورة الطرب الفنانة اللبنانية القديرة ميشلين خليفة. أخذوك مني بعدوك عني. الفنانة ميشلين خليفة رح تتحدث عن مشوار الفني من بدايته، عن الموسيقار الراحل ملحم بركات، عن بيروت الحزينة، وعن الفن ككل. كيف أبكيك يا بيروت. فيكن تسمعوا برنامج نجوم وأضواء من إذاعة النجوم اللبنانية راديو ستارز من خلال www.radiostars.com الساعة 12 الظهر بتوقيت لوس أنجلوس كاليفورنيا، والساعة 10 المساء بتوقيت بيروت لبنان. البرنامج من إعداد وتقديم الإعلامية اللبنانية هيام عبيد.